المدينة الرؤية عند الطفل وليد ما تتعدى أكثر من 20 ل 40 سنتيمتر وتكون مشوشة إلى حد كبير ما يقدر يميز إلا الأشياء الكبيرة، يعني الأشياء الصغيرة أو التفاصيل الصغيرة ما يقدر يركز عليها، والأشياء الكبيرة هي اللي تلفت انتباهها مثل الألوان المتعددة وأيضا تكون البراقة. من عمر الشهرين تبدأ عين الطفل في التناسق شوي شوي مع بعض وتكون بقدرته تتبع الأشياء المتحركة وأيضا الملونة في عمر 4 أشهر تقريبا، ويستطيع الطفل أيضا أنه يشوف الصورة بشكل أوضح طبعا لما تكون ملونة، ويبدأ في الانجذاب للألعاب اللي يبدأ الأهالي طبعا أنهم يجيبوها. لا إذا مشاهدين أكيد راح تتساءل بعض الأمهات، هل يشوفني طفلي الحين ولا لا؟ هل يسمع كلماتي ولا لا؟ هل يستطيع أن يميز ريحتي عن الآخرين ولا لا؟ الدكتور أسامة عبد الحكيم استشاري الطب وجراحة العيون راح يجيب على كل هذه التساؤلات. ويسعد صباحك دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا عليك وعلى مستمعي الـ MBC وكل سنة حضرتك طيبة بمناسبة الإسراء والمعراج. الله يسلمك يا رب. دكتور لما نتكلم عن دائما الأم بتكون متلهفة لابنها، بنعرف أن الطفل 9 شهور داخل بطن أمه بيعرف صوتها لأنه تعود عليه، ريحتها ولا، لكن النظر هذا الشيء الجديد عليه خالص بالحياة هو فعلا. هو طبعا احنا لو حبينا نتكلم الاول عشان الام تعرف اذا كان ابنها بيشوف ولا لا، لازم تبقى فاهمه الاول ايه المراحل اللي بيمر بيها. ومراحل نمو الطفل، نمو النظر في الطفل حساسه جدا، يعني يمكن كل يوم او كل اسبوع بيفرق معاه. يعني احنا اول ما بيتولد الطفل اول حاجه بيشوفها هي الضوء، بيفتح عينيه على الضوء ويبتدي يشوف الخطوط المايله، الحاجات المتعرجه يعني اللي هي زي ملامح الوش يعني. ده اللي هو بيبقى في الاسبوع الاولاني. لما بيعدي شهر عليه بيبتدي يبحلق، يبص في وش مامته كتير في اي وش يجيله، زي كونه بيجمع اكبر كم من الداتا يركز. عشان يركز، عشان يجمع داتا على الشبكيه وعلى منها للمخ عشان تبتدي الخلايا بتاعه المخ تنشط. عند شهرين هو المفروض عرف وش مامته، فالمفروض في الفتره دي هو اتعرف على وش والدته ويقدر يتابع بقى وشها، يعني يقدر يمشي معاها يمين، يقدر يمشي معاها شمال، لانه خلاص بقى مألوف بالنسبه له. وتبتدي الالوان تتكون، يعني احنا في الشهر والشهرين الاولين دول الاطفال بيبقى شايفه الالوان كلها عباره عن جراي ورمادي واسود، ولسه الالوان مش ظاهره زي العصفور احمر، مفيش الاحمر ولا الاخضر. من اول شهرين يبتدي الالوان تتكون عنده. نيجي في الشهر الثالث بقى، وده شهر مهم جدا بالنسبه لنا احنا، يبتدي يستخدم عينيه الاثنين في الحركه جوه الغرفه، يستخدم عينيه الاثنين. خلي بالك حضرتك احنا الشهر الاولاني والثاني وجزء من الثالث هو بيستخدم كل عين لوحدها، بيشوف والدته بالهندي، بيشوف والدته بالهندي، بس لسه الاثنين ما اتحركوش مع بعض. هيبتدي من اول الشهر الثالث يستخدم الاثنين مع بعض. طب ده اهميه ده بالنسبه لنا ايه؟ ان احنا ساعات يبقى يجي الاب والام في شهرين يقولوا انا حاسس ان ابني عنده حول، فبقول لهم لا ما فيش مشكله، احنا في الثلاث اشهر الاولين عادي ان كل عين تبقى ماشيه واحده وتبدا ترتفع لفوق وبيطلع اشياء، يستخدم الاثنين مع بعض. عشان كده انا دايما بقول ان احنا بتولد عندنا حول، كلنا بتولد عندنا حول ونبتدي مع الوقت نستخدم عينينا الاثنين مع بعض، لان احنا هنعرف منين نستخدم عينينا الاثنين مع بعض الا بعد ما نتولد. في الشهر الثالث يبتدوا العينتين يشتغلوا مع بعض. نيجي في الشهر الرابع بقى نشوف الطفل يشوف الحاجات البعيده والقريبه. احنا كل ده هو وشه في وش مامته من اول شهر رابع، يعمل زي الكاميرا كده، زي الكاميرا اللي بتصور، يعمل زوم زوم ان واوت بالظبط، يشوف الحاجه البعيده ويشوف الحاجه القريبه، يبتدي يشغل الحكايه ده يعني. الشهر السادس او من الخامس للسادس ده شهر مهم جدا في اكتمال الرؤيه، يعني زي ما حضرتك يعني شايف احنا الرؤيه لا تتوقف. دلوقتي انا عندي نظر في كل عين كويس، عندي الالوان اكتملت في الشهر الرابع، خلصت خلاص في الشهر الرابع، بيشوف بعين كل عين كويسه، بيستخدم الاثنين مع بعض كويس جدا، مفيش حول. يجي عنده حاجه اسمها البعد الثلاثي، يعني يشوف للشيء عمق، يعني لما يجي يشوف الترابيزه دي يعرف اولها من اخرها، لما يشوف ايديها ورا بعض يعرف الايد العمق بتاع الاشياء، العمق بتاع الشيء. المسافات احنا قلنا وعارف البعيد والقريب من الشهر الثالث، لكن العمق اللي هو الدبس اللي هو يعني الحاجه دي ابعد من دي، دول هنا كده جنب بعض كده ابعد من بعض. الابعاد دي بتمثل ايه لينا؟ ان هو يبتدي الطفل يخاف انه يقع لما بيكون على، يعني احنا لغايه الشهر الرابع الخامس هي مش فارقه معاه يقع ما يقعش، هو مش عارف ان في حاجه توقع تحت. لا، من الشهر السادس يبتدي الطفل يخاف ان هو يقع، فيبتدي العمق بالنسبه له بقى بيمثل قيمه يعني. نعم. السابع والثامن بقى بيكون خلاص كل عين كويسه، النظر كويس، العمق بقى موجود، يبتدي يستخدم ايديه ويمسك ايديه ويمسك الاشياء، وخلاص بيكون اتعرف على وجه والدته، وجه والده، وجوه الناس اللي موجوده. لما بيجي يكشف عندي دايما الطفل في السابع والثامن انا بقى متوقع انه بقى خايف مني، لان انا بقيت بالنسبه له دلوقتي معروف، يعني في الثالث والرابع انا مش معروف. نعم. زي اي واحد. لا، من اول السابع والثامن خلاص الوشوش بالنسبه له بقت معروفه وانا وشي بقى غريب عليه، فممكن يخاف مني ويبتدي يبكي. عشان كده دايما بنقول ان احنا زي ما حضرتك شايفه التسلسل سريع جدا، دايما بنقول لكل اب وام خلي بالك ان نمو العين النظر في الطفل سريع جدا، واي لخبطه في النظر ده عين اي حاجه غلط، يعني لو في ميه بيضه، لو في حول، لو في خط في جفن، اي مشكله في المنظومه دي هتلخبط، مش دلوقتي لا هتلخبط لسنين قدام. ويبين يعني من البدايه دكتور اذا كان عنده لا سمح الله مثلا حول او عنده ميه بيضه. بالظبط، هو ده اللي احنا بنيجي بنتكلم فيه دايما، ان انت لما بتيجي لنا مستشفى المغربي للعيون وعندك مشكله في عين ابنك، فانت في الحاله دي لازم ترمي حملك
حرمك على الله ثم علينا، مش حرمك على الله ثم على ان انت خايف او على ان الاهل قالوا. هي دي الفكره كلها، لازم نبقى فاهمين ان في تتابع سريع لنمو النظر في الطفل، وان احنا كل ما هنلحق ابننا بدري كل ما الامور هتبقى احسن ونقدر نرجع المنظومه دي لطبيعتها. ممتاز. بنعرف دائما ان احنا الان الاضاءه فوقنا تمام، ما بنبص لها بشكل مباشر فما بتزعجنا تمام. ولكن الطفل اول ما ينولد دائما بيكون مسدوح، فالاضاءه بتكون على عينه بشكل مباشر تمام. لذلك مدى اهميه الاضاءه انه الام تخفض الاضاءه، هل هذا الشيء بيزعجها، هل بيأثر على نظره ولا هو لا؟ هو حاجات كثيره يعني، الاضاءه ده جزء منها. هو دايما حتى في المستشفيات لما الطفل اول بيتولد في المستشفى بيتعمدوا يخلوا الاضاءه هاديه والاصوات هاديه، لان لسه الخلايا بتتكون، لسه الضوء جامد هيجهره وهيتعبه نعم. فبيحاولوا يخلوا الاضاءات خافته لكن مش معدومه، مجرد انها اضاءه هاديه. لكن ده تقريبا في الاسبوعين الاولين من عمره، بعد كده خلاص الاضاءات مش هتبقى بالظبط يعني. لو قاعد في اوضه فيها شمس طبعا مش ضربه في عيني فيها شمس مش هتبقى مشكله، لكن هم يقدروا يساعدوه يعني الاب والام هم فعلا بيعملوا كده يعني، يقدروا يساعدوه في عمليه النمو يعني. احنا بنقول في الشهرين الاولين دول لو بيحطوا له العاب، الالعاب تبقى على بعد 50 سنتي على الجوانب بالذات، لان الطفل ما بيحبش يبص قدامه في الاول، يبص على الجنب ده على الجنب ده، والعاب بسيطه يعني ما يكونش فيها ملامح ضخمه، يا دوبك وش شفايف بتاع ما فيش تفاصيل كثيره. ما فيش تفاصيل كثيره. ممكن يحطوا له مرايات على الجناب بدل ما تكونش بتتكسر، بحيث لما يشوف وشه في المرايه يستغرب ايه ده، يبتدي يفكر. ما احنا عايزين يفكر. المرايات تبقى كويسه جدا في الاطفال في الشهرين ثلاثه الاولين. الشهر الرابع لما يبتدي الطفل يمسك الاشياء، فاحنا بننصح ان هم يحطوا العاب يكون ثابته القاعده بتاعتها ثابته، بحيث ان هو يمسكها ويسيبها، يمسكها ويسيبها، يسيبها تروح، يبتدي يفكر ويبتدي يشعر بمتعه ان هو بيمسك الحاجات دي. هي كانت تبقى كثير فضوله. ايوه بالظبط، تسوي فضوله وتسوي ايه اللي بيحصل ده، ويبتدي يشغل دماغه من خلال عينيه. الحاجه المهمه جدا اللي بقولها دايما في حكايه العربيات، ان خلي بالكم ان الطفل في الشهر الرابع ذكي، بيبقى حاسس ان في عيله وفي اسره، فبيبقى نفسه يشوف العيله دهيا. فدايما بقول لهم في العربيه خلي الكرسي مايل شويه واربط الطفل فيه كده وخليه وهو قاعد يبقى شايفكم وانتم رايحين وجايين، بحيث يدرك هذا الشيء. في حاجه دايما بقولها برضه الاب والام، ان زي ما اتفقنا احنا من الشهر الخامس الطفل ابتدى يفهم ان في عمق. فلما بتقع لعبه على الارض والام بتنزل تجيبها له فيبتدي يفكر، فبيدرك ان الحاجه دي اختفت بس رجعت ظهرت تاني. فاحنا دايما بننصح انها تعمل كده، دايما تلعب معاها، ترمي له اللعبه في الارض وبعدين تجيبها، يما هو يتعلم ان الحاجه اللي بتختفي بترجع. لما تيجي والدته بقى تختفي، تروح المطبخ او تروح اي مشوار، مش يبكي لانها هترجع. وابتدى يتعلم، هو بيتعلم، هو مش قاعد ساكت. الحاجه اللي احنا افتقدناها واللي برده كانت مهمه جدا زمان، ويمكن موجوده في كل القصص وفي كل الافلام، حكايه القصص. ان انا اقعد مع ابني واحكي له قصص وامسك كتاب ملون واقعد احكي له، ده بينمي جزء مهم جدا في النظر. الطفل بيبقى شايف الكتاب، ولو كتاب ملون شايف الكتاب وسامع الكلام وفهمه، فيبتدي تنمو عنده الخيال، ينمو عنده حب الكتاب يعني. محمد التعلم ده احنا بنتكلم في الست شهور، بتكون علاقه بينهم، وعلاقه هتفيدني لقدام، هتخليه بيحب التعليم، بيحب الكتاب. ويا سلام بقى كمان لو هو عمل حاجه كويسه واديته الكتاب الملون ده هديه، فهيبقى فرحان بيه قوي قوي، ويبتدي يحب الالوان والحاجات دي. طبعا مع وجود العلاقه الكويسه اللي في بيت الاسره وبين الاب والام، ده مش بينمي العين بس، بينمي كل حواس جسمه. طبعا عشان كده دايما برضو احنا بنكرر، بنقول احنا هتلاحظ احنا في الجزء الاولاني اتكلمنا عن نمو العين، وفي الجزء اللي احنا بنتكلم فيه ده احنا بنتكلم عن نمو المخ من خلال العين. عشان كده دايما نقول المرايه، العين هي مرايه المخ يعني. لو عندي مشكله في العين فعلا بيبقى في مشكله في نمو المخ. لو عندي مشكله في العين، لو الطفل عنده حول، عنده ميه، عنده ارتخاء في الجيف، يبقى فعلا في مشكله في المخ. ويبقى هنا الاب والام لما بيجيبوا ابنهم تاني للمستشفى، عندنا في المستشفى المغربي، مش جايبينه عشان ان هم نضيع وقت، هم جايبينه عشان يهتموا بيه، واحنا بيبقى دورنا كمان احنا نهتم بيه، والمستشفى دورها انها تهتم بيه. فلما الكلام ده لما بيجيبوه ويطلبوا المشوره وبعدين يلاقيهم ما سمعوش كلامنا، بتبقى عواقب مخيمه، لان احنا الايام والشهور الاولانيه والسنين الاولانيه بتفرق كتير جدا. انا أكيد. هنا ما ينفعش ان انا انتظر، بل التدخل بدري زي ما بنقول الوقايه خير من العلاج. ولو في مشكله فياريت دايما يبقى لو في مشكله علاجها بدري افضل، ونسمع الكلام حتى لو كان مؤلم. هلبس ابني نظاره، هعمل له عمليه، هو ده قدرنا وهو ابتلاء، وممكن نتغلب عليه بالعلم الجديد يعني. اكيد. يعطيك الف عافيه. شكرا دكتور اسامه عبد الحكيم، استشاري طب وجراحه العيون. الف شكر. وموضوع شيق جدا. شكرا. انا بحب اتكلم عن الاطفال. اكيد كلنا بنحب الاطفال. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا فهمت. شكرا. حلمي كان اصير بيبي سيتر كذا، واقعد مع الاطفال وتكتشفوا عالم الاطفال، بالذات لما تكتشف ان الطفل اللي قدامك انت مستصغره كحجم، بس ترى ذكي وفاهم كل شيء، وهذا احلى.